إذن تعريف spherical rest في عندك three revolute joints with intersecting z axis. زي ما شفنا في البايبر في البيوما. معظم المودرن اندستريال روبوتس فيهم سفيريكال ريست. اذا زي كيوبا 560 فريمز 4 5 و6. هذا هون مثال على سفيريكال ريست. سفيريكال ريست زي ما حكينا في عندي ريفولوت جوينت بقدر الفها بهذا الشكل متبوعه ب كمان ريفولوت جوينت عمودي عليها. فكان عندي اذا بتتذكروا كانت بهذا الشكل، كان عندي Z4 بهذا الاتجاه، كانت Z5 عمودية عليها، وبعدين Z6 بنفس اتجاه Z4. فكان عندي Z4 في دوران بهذا الشكل، Z5 دوران بهذا الشكل، وZ6 دوران بهذا الشكل. بس الأوريجين تبعهم regardless بغض النظر الفاليوز تبعت ثيتا 4 ثيتا 5 ثيتا 6 الاوريجين ما كان يتحرك. ان خليني احطه حتى هون اللي هو 4 اوريجين او بي 4 اوريجين. بي 4 اوريجين كان يساوي بي 5 origin كان نفسه P6 origin، وهدول ما كان يصير عليهم change إذا غيرت theta 1 و theta 2 و theta 3. أوكي؟ نعم. مش زد دخل بصفحة الكون؟ زد إيش مالها؟ دخل بصفحة الكون؟ لا، من حسب ما رسمتها. ماشي، أوكي، ماشي كلامك. يعني إذا طلعت عليها من الجنب، أنا طلعت عليها من فوق، بس بدك تطلع عليها من الجنب بصير. إذا بدك تحطها بهذا الشكل، حطها داخل بالصفحة أو طالع من الصفحة، حطها داخل بالصفحة. فزد 5 صارت، اوكي؟ وصار عندي هذا الروتيشن تبعها بتكون زد 5، هاي اللي هي ثيتا 5، هاي ثيتا 4، هاي ثيتا 6، اوكي؟ هاي الفكرة اللي زي ما حكيت لكم قبل شوي، هاي الفكرة كانت فكرة بايبر بي اتش دي ثيسس 1968. أعطى هاي الفكرة هون، هاي كانت في ستانفورد. أعطى الفكرة إنه صار عندي closed form solution. إذا كان عندي 6 degrees of freedom، إذا في 6 degree of freedom manipulator arm with a spherical wrist، النتيجة كانت إنه أنا ما بحتاج numerical solution. عندي closed form solution لإيش؟ closed form solution لإيش؟ لل inverse kinematics. هلا أنا تفسيري الشخصي، هذا مش تفسيري الشخصي، إنه أنا عندي 3 angles theta 1 theta 2 theta 3 كأني عملت decoupling. إيش decoupling؟ كأني عزلت المسألتين عن بعض. فكأنه صار ثيتا 1 السبيس تبع ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 اعطاني البوزيشن اوف ذا ريست، وكأنه ثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6 اعطاني الاورينتيشن، وكأنه صارت عندي مسألتين مختلفة منفصلتين، صار عندي مسألة أحل فيها أطلع الأورينتيشن، ومسألة ثانية أحل فيها. طبعاً لاحظوا هدول بعطوني بوزيشن وبعطوني أورينتيشن، بس أنا بقول هاي الأورينتيشن وذ ريسبكت للأوريجن تبعهم، هدول وذ ريسبكت للأوريجن تبعهم من هون. هلا بعمل الترانسفورميشن للأورينتيشن هاي مع الأورينتيشن اللي موجودة هون، بيطلع معي الأورينتيشن بالنسبة للبيز، بس هذا ما بغير البوزيشن، هدول ما بغيروا البوزيشن تبع الأوريجن، فكأنه عزلنا المسألتين عن بعض. وهي فكرة ذكية. نعم. He does the